هادي وجاسم الغزالي. أنا انطلق الشوط يا سيدات وسادة. الكاس للخيل العربية الأصيلة هاندي كاب 50 إلى 80 ألف و200 متر. أنا انطلاقة الجواد المنطلق المسترسل. أنا المسترسل بعبد الله سلطان الجابر ماربن سورلاند انطلاقة مانجي دي بيبول على المركز الأول الجواد المسترسل. بينما تأتينا حسيبة على المركز الثاني بيرنينج شانت حسن المطوي بقيادة مونتاريسو. ثالثا يأتي الجيلي لسعيد إبراهيم المالكي سليم غلام. بينما المركز الرابع يتواجد الجواد قائد الخيل مربط بروك ستيفانوس سوانا بولن الشحانية. يأتينا في المركز الخامس الشحانية هيثم سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني هاري بنتلي. إذا نعود إلى الصدارة بالمركز الأول مسترسل مانجي دي بيبول على المركز الأول بقيادة مارفن سورلاند الحسيبة. حسيبة في المركز الثاني سلالة بيرنينج ساند. جوفوليس في المركز الثاني. المركز الثالث قائد الخيل يتواجد الشحانية وجوليان سمارت. في المركز السادس نعود إلى الصدارة المسترسل على المركز الأول والصدارة مانجي دي بيبول. المسترسل مارفن سورلاند المانشن الألماني. ينطلق مارفن الحسيبة فعلا يا سيدة وسادة. المسترسل بقيادة مارفن يخطف صدارة. هنا هنا نتيجة النهائية جاب المركز الأول الجواد رقم 6 المسترسل عبد الله سلطان أحمد الجابر مارفن سورلاند. المركز الثاني من نصيب حسيبة لحسب علي المطوي ماركو مونتاريسو. المركز الثالث ذهب لصالح نوماس لسعيد بن شافي الشافي جاري كارتر. والرابع ذهب لصالح الجواد الجيلي سعيد إبراهيم المالكي وسليم غلام. وخامسا من نصيب هيثم لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني جوليان سمارت وهاري بنتلي. المبروك.